هي مو صلاح اللي هو البيزنس التايم فريم يعني ان هم كبروا ووصلوا لحاجات كتيره بسرعه الجروث بتاعها وهو سكيل في الماركت كان فيري انسبيريشن بالنسبه لي انا احمد الصمد co-founder CEO دكتور كليكس ياسمين نجاتي انا الاكسلريشن مانجر اوف AUC Venture Lab رانيا عاطف I'm the founder of I make this محمد انا from Baggr fast moving او ناس بتتحرك بسرعه ودي حاجه بنشوفها في الانتربرينورز who share some of the same characteristics ان هم they get things done very fast بيمشوا بسرعه بيجربوا حاجات بسرعه وذر بقى هي بتكمل او بتفشل وبيجربوا حاجه تانية I was really inspired of how Swvl يعني كبر في وقت في رايي كويس جدا في وقت قصير مش طويل هي الحاجه فعلا يعني هي بتشرف اللي هو الانتربرينورز اللي هم المصريين او حاجه بتدينا موتيف ان احنا نكمل او لو من 5 سنين فاتوا كنت قلت لك تعالى مثلا هيبقى في ستارت اب هي مصريه هي في العالم كله فما كانش حد ممكن هو يصدق ده فكره السبيد ان هم بيعملوا الحاجات بسرعه قدروا يجربوا ويتوسعوا ويوصلوا للمكان اللي هم فيه very quickly they were able to capitalize على السكيل سيتس بتاعت التيم بشكل كبير also the fact ان هم شاطرين they were good at actually getting investments يعني there's a success story